الانتخاب ديالنا رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء هو تكليف ماشي تشريف، وإن شاء الله سنستغل بتنسيق وإشراف مع السيد الوالي المحترم، وبطبيعة الحال مع مجلس العمالة من أجل تنمية مدينة الدار البيضاء في مجموعة من القطاعات الاجتماعية والثقافية والرياضية. الهاجس الوحيد ديالنا إن شاء الله مع الشركاء ديالنا هو الرقي بمدينة الدار البيضاء كما أرادها صاحب الجلالة نصره الله وأيده.